وللمزيد ينضم الينا هاتفين الدكتور سعيد الزغبي استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه السويس. دكتور سعيد، بعد التحيه، مباحثات اليوم بين الرئيس السيسي ورئيسه المجر تاتي ضمن سلسله مباحثات الرئيس السيسي مع قاده اوروبا لنقل الرؤيه المصريه حيال ما يحدث في غزه، كيف تنظر الى هذه المباحثات؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، وعايزين نقول ان هذه الزياره بتؤكد على ان الدول الاوروبيه بتؤكد ان مصر هي الفاعل المؤثر في المنطقه. سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده تقابل مع رئيسه المجر، دوله المجر، واتكلموا في ثلاث محاور رئيسيه. اول محور والتقارير بتاعه حضراتكم اتكلمت عنها هي المجالات الاقتصاديه، وثاني محور هي جهود مصر حول القضيه الفلسطينيه، وثالث محور كان عن الازمه الروسيه الاوكرانيه. بالنسبه لمصر، ان دلت هذه الزياره دلت ان يعني هناك توافق في الرؤى، وهناك توافق في نواحي القضايا العربيه الموجوده على الساحه العربيه بين مصر والمجر. احنا عايزين نقول ان يعني مصر هي اول دوله عربيه بتفتح فيها المجر اول بعثه دبلوماسيه عام 39، يعني هناك اعتراف وهناك تعاون استراتيجي وعلاقات دبلوماسيه بين الطرفين او بين الدولتين يعني منذ فتره كبيره جدا. بالنسبه للاوضاع، هناك توافق في الرؤى. احنا لو نفتكر كده يوم 5/11 كانت ايضا رئيسه دوله المجر في زياره الى دوله اسرائيل، وكانت بتؤكد ان اسرائيل تراعي تجنب الاهداف المدنيه والسماح لوصول المساعدات الانسانيه لقطاع غزه، وده هدف مشترك بين مصر والمجر. مصر بتنادي، والنهارده سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض الخطوات الرئيسيه اللي عملتها مصر حتى للوصول الى الهدنه الانسانيه، وانا اعتقد ان دوله المجر وبودابست بتشاركنا هذه الرؤى وهذه الشراكه في حل القضيه الفلسطينيه. النهارده احنا يعني اعتقد ان هناك اربع اليات اتكلم عنهم سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا اللقاء بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، واعتقد ان دوله المجر بتشارك في هذه الرؤى. اول اليه من هذه الاليات العمل على التهدئه، وانا اعتقد ان احنا حاليا في الهدنه الانسانيه اللي طرحها او كانت بشراكه مصريه قطريه، اعتقد ان احنا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي يقصد هنا الهدنه المستدامه ما بعد الاربع ايام للهدنه الانسانيه. اعتقد ان احنا بنطالب بهدنه مستدامه وايقاف هذه الاشتباكات نهائيا. ثاني اليه من الاليات اللي اتكلم عنها سياده الرئيس هي ادانه استهداف جميع المدنيين الموجودين في اسرائيل، واعتقد مش احنا في مصر بس اللي بندين هذا الموضوع. أعتقد أن جميع الدول والمجتمع الدولي على مرأى من القنوات الفضائية يرى ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة. رفض التهجير القسري، وده يعني آلية مهمة جدا جدا تجتمع عليها الطرفين، الدولة المجرية وجمهورية مصر العربية. طيب. عدم التهجير القسري للغزاويين أو قطاع غزة إلى أي دولة من دول الجوار. ورابع آلية هي عدم توسع الصراع بعد غزة وإقليميا، وده الخوف أن احنا نوصل لهذا الصراع إلى الضفة الغربية أو دول الجوار. فيما يتعلق دكتور سعيد بالتعاون الثنائي بين مصر والمجر في العديد من القطاعات في ظل الاتفاقيات الإقليمية الموقعة بين البلدين، إلى أي مدى ترى تطور هذه العلاقات والاتفاقات ما بين البلدين؟ هناك يعني عايز اقول لحضرتك يعني احنا مصر دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيسعى الى يعني عمل سياسات او عمل استراتيجيات مع دول غير تقليديه، يعني احنا كان التعاون الاستراتيجي كان زمان بيننا وبين الولايات المتحده الامريكيه، احنا دلوقتي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتوسع في مجال العلاقات الاستراتيجيه، هنلاقي مع المجر، هنلاقي مع دول بريكس، هنلاقي مع زياره سياده الرئيس لتاني مره او ياتي لتاني مره لتجمع في في بودابست في المجر، يعني هناك كثير من الشركاء الاستراتيجيين الذي يسعى اليهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي دون الشريك التقليدي هو الولايات المتحده الامريكيه. هناك علاقات تعاون استراتيجيه ذات ابعاد تاريخيه بين البلدين بين مجر ومصر. وعايزين نقول كمان ان حجم التجاره، وده طبعا اللي احنا بنقيس بيه يعني العلاقات بين الدول بعضها مع بعض، حجم التجاره بين مصر والمجر اعتقد ان هو ارتفع في خلال الفتره اللي فاتت وزاد الى 230 مليون دولار. حجم الواردات بالنسبه للمجر لمصر برضو بتزيد، وايضا الصادرات المصريه، وهنا نقف عند الصادرات المصريه، واحنا يعني دايما سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمرات، ولو حضرتك هي العنصر الاهم في مساله التبادل التجاري. طبعا.
وخلال المؤتمرات اللي كانت بتعقد الشهر الماضي، مؤتمر الصناعة وزيادة التصدير وتشجيع الصادرات المصرية، وده اللي يعني بيهتم بيه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جانبا إلى جنب وبالتوازي مع الملف السياسي الخارجي لجمهورية مصر العربية. نعم. يعني العلاقات بين البلدين كما ذكرت دكتور سعيد تطورت في الفترة الأخيرة، وهناك طموح بأن تتطور أكثر وأكثر. دكتور سعيد الزغبي أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.